السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال، وأيامكم كلها سعادة وخير وبركة. أنا سالي ودي قناتي. لو مرة تشوفي قناتي اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس على كل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. فضلا وليس أمر ان تعملي الفيديو بلايك لو الفيديو عجبكم، وان شاء الله الفيديو عجبكم وتستمروا في دعمكم لقناتي ومتابعتكم ليها عشان نكبر، أكبر قناتي تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. رأيكم في السنة القمر دي؟ ايكو جيلي زيي مشاهية، شكلها يفتح النفس بجد، حاجة كده جامدة قوي. ايه دي يا سالي؟ دي صينية فراخ بالبصل المكرمل، عملتها بطريقة سهلة جدا جدا وطريقة خفيفة كده ولذيذة واكلها خفيف قوي وطعمها حلو جدا جدا جدا. الفراخ كانت جوسي قوي، محتفظة بالعصارة بتاعتها عشان سويناها بتكنيك معين هوريه لكم، والتتبيلة بتاعتها بقى مش قادرة اقول لكم حكاية، ريحتها قلب البيت بجد بجد جميل. طب يا سالي عملتيها ازاي؟ هقول لكم، بس تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة زي ما اتفقنا، وتعالوا بينا على الوصفة والمقادير اقول لكم عملتها ازاي. اصح قبل ما ادخل في الوصفه، انا عندي بيج كده على الفيسبوك صغنونه كده على قدي لسه، اسمها سهل بسيط مع سالي سعيد، اتمنى تعملوا فيها فولو. الوصفه سهله جدا، انا جبت فرخه وغسلتها كويس جدا 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 تحت الماء الجاريه، وعملت لها محلول نقع، خل وليمون وجنزبيل بودره وملح ومعلقه دقيق وطبعا ميه، وحطيت الفراخ ومعلقه من السكر لو تحبي عشان بتخلي الانسجه بتاعت الفراخ تبقى سهله جدا في التسويه وسريعه، قصدي في التسويه. سبتها بتاع نص ساعه كده، غسلتها كويس تاني تحت الماء الجاريه وصفيتها، وده كان شكلها. معايا بقى ايه؟ معايا بهارات زي ما تحبي بقى. ايه البهارات؟ معايا ورق لوري، حبهان، توم بودره، بصل بودره، قرفه، جنزبيل، فلفل اسمر، كاري وكركم وبابريكا ومكعب من المرق والملح. لو تحبي، لو ما بتحبيش تستخدمي مكعبات المرق ما تستخدميهاش، بس انا بحب احطها في الاكل، يعني مكعب واحد بيدي طعمه حلوه ومش هيبقى ليه اثر ضار قوي يعني. وثلاث اربع فصوص كده من الحبهان والكاري والكركم زي ما قلت لكم. حطيت البهارات دي كلها ورشه من الكزبره الناشفه بتدي لها ريحه حلوه، وعصير ليمونه كبيره، وقلبي بقى البهارات دي كلها، الجاف بقى مع البودره مع الليمون مع الفراخ بقى، بصي مسجيها كويس قوي. تحبي تسيبيها في التلاجة شوية، تحبي كده تبيتيها من بالليل ليلة كده في التلاجة على حسب وقتك. وانا مقطعها هنا قطع صغيرة عشان التسوية بتاعتي تبقى بسريعة، انا كنت مستعجلة بصراحة فتبلتها في نفس الوقت واشتغلت على طول، يعني انا الفيديو عملته مرة واحدة كده معاكم، ما سبتهاش كتير، كنت مستعجلة على الغدا للاولاد وكده. فهنا الفراخ قطعناها تقريبا على كم قطعة تقريبا، هو مش انا اللي مقطعها عشان ما بقاش كذابة يعني، ابقى صادقة معاكم، هو زوجي اللي قطعها، بيمسك السكينه كبيره كده ويقطع. دي تقريبا كانت متقطعه على 8 او 12، مش 8 او 8 كم، بصوا هو القطعه كانت على 3، يبقى 3 في 4 12 قطعه، تمام كده. معلش. تبلي كويس معايا بقى حبه كده فلفل، يعني 2 او 3 على حسب ما تحبي كميه الفلفل الرومي والسبايسي لو تحبي، ونص معلقه صغيره من التوم، ومعايا بقى كميه حلوه كده من البصل، اربع بصلات محترمين كده ولا حاجه. قطعتهم جوانح زي ما شفتوا، وجبت الصينيه اللي هشتغل فيها، حطيت فيها الماده الدهنيه، تحبي زيت ذره بس تستخدمي، تحبي زيت عبايه تستخدمي، تحبي زيت وسمنه، تحبي زيت وزبده، اللي تحبي تستخدمي استخدميه. انا هنا استخدمت زيت ذره بس عشان تبقى الوصفه خفيفه، لان انا مستخدمه كمان يعني الفراخ مش مشفيها، مش شايله الجلد منها، فمش عايزين الدنيا تبقى ايه كتير قوي في الحر دوت، تبقى دسمه كتير. فحطيت كميه مناسبه مش كتيره من الزيت الذره، ونزلت بقى بالبصل الجوليان، حطيت عليه رشه بسيطه كده من الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسمر عشان ريحته تبقى طالعه حلوه كده وهو بيتشوح. هقلب بقى فيه كده واكرمله. ممكن في الوقت ده تضيفي معلقه من السكر، معلقه كبيره ممسوحه من السكر، ويتكرمل معاه. بس انا ما حبيتش اضيفها ليه؟ لان في ناس بتقلق ان هي تحط سكر مع الاكل، بتقول لك ايه ده هيبقى سويتي قوي والكلام ده كله، مع انه مش بيبقى باينه، بس انا ما حطيتهاش عشان حبيت اطلع لكم الوصفه زي ما انا ما عملتها، عشان وقلت لكم على البديل، لو عايز تحطي حطي، مش عايزه ما تحطيش. انا ما حطيتش عشان ما انا لو حطيت هيقولوا ده شرط اساسي في الوصفه.
كمان ممكن في التتبيله، نسيت اقولك، ممكن تحطي معلقه كبيره كده من دبس الرمان، بتدي لها مزازه حلوه جدا جدا. بس انا ما كانش عندي دبس رمان، ما حطيتش، اهو اللي عندي بشتغل بيه. مش شرط ان انا ما عنديش صوص دبس رمان ان انا مش هحط، مش هعمل وصفه ايه الوصفه كده باظت او مش تبقى مظبوطه. بالعكس، اشتغلي بالبهارات اللي عندك وهتطلعي احلى اكل طالما عاملاه بحب لاولادك. كده البصل والفلفل والثوم كله كله اتشوح كده، والبصل دخل في سنة كرملة خفيفة، رحت حاطه عليه النازلة بالفراخ، قطع الفراخ، واديتها تشوكات كده خفيفة وقلبتها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده على كل الجهات قلبتها. معايا بقى نص كوباية من المية المغلية. الفراخ او اللحوم ما ينفعش نضيف عليها في التسويه ميه ساقعه او ميه من الحنفيه، لازم تبقى ميه مغليه عشان تصارى معاكي في التسويه وانسجه الفراخ ما تشدش معاكي. فدي نص كوبايه ميه مغليه من الكات العادي كده وحطيتها عليه، هقلبهم كويس، وطبعا ظبطت الملح بتاعي وكل حاجه تمام. هغطي بقى النار، هغطي عليها الغطا او بورق فويل عادي، وهدي النار بقى للايه، للوسط او اقل من الوسط كمان. سبتها ربع ساعه ودخلت، يعني كل كام، يعني كل مثلا في الربع ساعه دي مرتين انا فتحت الغطا، الحله رفعته واديتها تقلبتين كده عشان ما تلزقش مني ولا اي حاجه، اطمن عليا يعني. جبت بقى معلقتين من الكاتشب ومعلقه من الزيت ورشه من الفلفل الاسمر، قلبتهم كويس مع بعض. ولو تحب تضيفي معلقه صغيره من البابريكا، هي خروج سوري صوص الباربيكيو، بياخدها في حته تانية جامد جدا، تمام، بيديلها سنه التدخين بتاع صوص الباربيكيو ده، بيبقى حلو قوي. وكمان انا عملت الخطوه دي ليه، انا عملت الخطوه دي عشان اول ما ادخلها تحت الشوايه تاخد لون كده اللي هو الجولدن الجميل، او لون الشوي اللي احنا اول ما بنشوفه ريقنا بيجري على الحاجه، تمام كده. اهو بوريكم كل حاجه خطوه بخطوه، هي استوت كويس جدا جدا. وعلى فكره ممكن بعد ما تدي لها نص كوبايه الميه دخليها في الفرن البوتاجاز على الصاجه من تحت، اول ما تغلي ارفعي على الشبكه. بس انا برضو مستعجله عشان اعمل الغدا بسرعه، كنت مستعجله في اخر الوقت فحطيتها على طول تسويتها في على البوتاجاز من فوق. لو انت معاكي وقت حطيها في فرن البوتاجاز وسيبيها مع حالها كده، تبقى تحفه. وبعد ما تستوي شيلي ورق الفويل وسيبيها تحت الشوايه، بس برضو اعملي الخطوه اللي بتاعت الكاتشب والباربيكيو مع دهنه الزيت دي ورشه الفلفل الاسمر، هتطلع معاكي حكايه. دي كانت وصفتنا، قدميها بقى مع رز ابيض، هقدميها مع بطاطس وتغمسه كده بالعيش، بطاطس مقليه وعيش بقى والكلام ده كله، او رز ابيض او مكرونه زي ما تحبي قدميها. انا كنت انا عملت مكرونه معاها، وكانت وجبه خفيفه ولذيذه وسريعه جدا جدا، وموقفتش كتير في المطبخ. كده وصفتي انتهت، اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناه فضلا وليس امر، بحبكم جدا جدا في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.